السلام عليكم، أخوكم من الجزائر. جريدة قابس الكويتية إصدارت ناجام في 2024 بقيمة 41 مليون دولار لإنتاج محتوى مبدع ومتميز. صندوق لدعم صناع المحتوى في الإمارات، أهدافه دعم إنتاج محتوى مبدع وعالي التأثير، تأهيل نخبة من صناع المحتوى وتمهيد الطريق أمامهم لدخول الأسواق الدولية، دعم جذب الاستثمار والتمويل إلى قطاع الإعلام الجديد، تعزيز صناعة المحتوى في الإمارات، دعم شركات صناعة المحتوى لمساعدتها على النجاح.